لاحظت حاجه برضو حضرتك تشرحها لنا، كتير من المهاجمين بحس انه ظهره للجون، يعني على ما بيعدل ظهره خلاص تكون الكره راحت منه. فده نتيجه ايه يعني؟ نتيجه التمركز غلط. ده تمركز غلط سواء داخل ال 18 او خارج ال 18. هي كانت الوقفه دي كانت حضرتك بتتكلم عنها دي كانت بتحصل على خط ال 18 وقدام خط ال 18 اللي هو فيها اماكن تمركز كبيره جدا من ناحيه دفاعيه، بالرغم ان كان في عيب سلبي جدا موجود في المدافع بالنسبه لفريق الوداد انه ما بيعملوش الضغط، يعني ما فيش ضغط جامد على لاعبتنا، فلاعبتنا كانت بتنقل الكره في الثلث الاخير كتير قوي قوي لغايه لما اللعيب عنده فرصه يلعب كره بالعرض، الكره اللي بالعرض مش لاقيه بقى حد يكون بيتحرك معاها، ودي للاسف الشديد انا بعتبرها هي السبب المباشر في ان احنا ما احرزناش هدف تاني او هدف ثالث في هذه المباراه.